السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الإعدادي، ها قد عدنا لكم في محاضرات أخرى وسلسلة مستمرة إن شاء الله حتى إتمام المنهج. محاضرتنا اليوم هو أحد المنصوبات ألا وهو التمييز. ما هو التمييز؟ لماذا يؤتى بالتمييز؟ ما هو إعراب التمييز؟ وما هي أشكال التمييز؟ كل هذا سنتطرق إليه خلال المحاضرة إن شاء الله بتفصيل وافي من خلال الآيات القرآنية والأبيات الشعرية والمقولات وبالاعتماد على المنهج المقرر. طلاب التمييز، أول ما يعرف التمييز هو اسم منصوب يؤتى به لإزالة الإبهام عن اسم واقع قبله فيزيل عنه الغموض. يعني طلاب راح تجيني بهاي الحالة الترتيب كالتالي: هذا اسم وهذا اسم، هذا اسم وهذا اسم. هذا الاسم طلاب راح يجيني منصوب، هذا الاسم المنصوب طلاب يزيل الإبهام عن الاسم الواقع قبله. يعني شنو يزيل الإبهام؟ طلاب هذا ما معروف، فتشي ما معروف، من جبت هذا الاسم المنصوب أصبح هذا الشيء معروف. يعني قال هنا شربت كوبا، فرضا حسيت هنا ما تعرف شنو كلمة كوبا، شربت كوبا. إذا قال شربت كوبا حليبا، هاي كلمة حليب ميزت لك الكوب شنو كان به. واحد يقول لك مثلا اليوم اشتريت 10 او 11 وسكت، راح تقول له شنو 11 شنو؟ لازم اذا قال لك 11 قلما، اذا ميز العدد 11 بمن؟ بكلمه قلما. قلما اسم منصوب ازال الابهام عن العدد الواقع قبله، لذلك التمييز يعرفه هو اسم منصوب يؤتى به. لماذا يؤتى بالتمييز؟ لغرض ازاله الغموض عن الاسم الواقع قبله. يعني شنو غموض؟ ما مفهوم طلاب الاسم اللي قبله، ما مفهوم، ايش وقت ينفهم؟ من اجيب له التمييز؟ انا ميزت هذا الغموض، اذا ازيل الغموض لذلك اصبح واضحا. يعرفه هو اسم يعني لا فعل ولا حرف، منصوب يعني لا مرفوع ولا مجرور، يفسر اسما مبهما قبله. هذا الطلاب مبهم، جبت هذا التمييز حتى افسر هذا المبهم، شنو هذا الابهام؟ ازيل الابهام فيزيل الغموض عنه، فتصبح الجمله طبيعيه ومفهومه جدا. بينما اذا ما جبت التمييز طلاب الجمله ابدا ما مفهومه. والدليل قول هنا شربت كوبا، ما تعرف الكوب عصير حليب ماء قهوه شاي، ما تعرفه صح لو لا؟ بس اذا قلت حليبا ميزت يابا بانه كوب حليب، اذا قلت كوبا كوبا برتقال ميزت بانه، وهكذا. التمييز طلاب يقسم على نوعين، واحد يسمونه التمييز الملفوظ وواحد يسمونه التمييز الملحوظ. راح يسألك السؤال دل على التمييز مبينا نوعه، لو ملفوظ لو ملحوظ. الملفوظ طلاب سيأتي بعد أربعة أشكال من الألفاظ. شنو هذن الأشكال؟ الملحوظ طلاب راح نأخذ إن شاء الله من نكمل الملفوظ. الملفوظ طلاب يزيل الإبهام عن كلمة مذكورة قبله، إيش قد كلمة يعني اسم. الملحوظ يزيل الإبهام عن جملة قبله، يعني مو اسم، جملة لو فعلية لو اسمية، على الأغلب تكون جملة فعلية. هسه راح نجي للملفوظ ونفصله تفصيل كامل. يزيل الإبهام عن كلمة قبله مذكورة، يا كلمة أنا راح أشوفها الاسم المنصوب الوراه ينعرب تمييز. واحد من الألفاظ الأربعة: أولا ألفاظ المساحة، ثانيا ألفاظ الوزن، ثالثا ألفاظ الكيل، رابعا ألفاظ العدد. طلاب راح تلقى واحد من ذن الألفاظ أو تلقى وراهن اسم منصوب، هذا الاسم المنصوب يعرب تمييز، راح يجي وراهن اسم، هذا الاسم ايش بيه؟ منصوب. هذا شو نسميه؟ نسميه تمييز منصوب. هذا طلاب يميز الاسم الواقع قبله. من هي الفاظ المساحه اللي راح يجيني وراها اسم منصوب يعرب تمييز؟ دونم على من يدل؟ مساحه ارض. هكتار على من يدل؟ مساحه ارض. فدان على من يدل؟ مساحه ارض. وذراع تدل على وحده قياس وهي مساحه ارض. زين، دونم، هكتار، فدان، ذراع، يجي وراهن اسم منصوب، هذا الاسم المنصوب ينعرب تمييز، قاعدة ثابتة، بشرط أن يكون كلمة دونم، هكتار، فدان منون، لو تنوين ضم، لو تنوين فتح، لو تنوين كسر، لازم يكون شنو؟ منون. جايب لك بالكتاب: يجمعنا هكتار أرضا. يجمعنا طلاب يجمع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، النا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. راح تقول وين الفاعل؟ أقول لك هكتار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. أرضا، ما دام هكتار من ألفاظ المساحة، ما دام من ألفاظ المساحة يجي وراهن اسم منصوب، هذا الاسم الشعراب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
اشتريت ذراعين قماشا، راح اقول لك هسه انا اشتريت ذراعين، ما تعرف الذراعين شنو، احتمال قماش، احتمال خشب، احتمال زجاج، ما تعرف ان صح. بس من قلت لك اشتريت ذراعين قماشا، هاي قماشا طلاب اجت ورا من، ورا كلمه ذراع، واضح؟ ذراعين. هسه تقول هنا انا ما منون، اقول لك اذا مثنى ما يتنون بعد، خلاص ما دام بيا يعني او واو، يعني هذا يدل على انه تام. اشترى فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ذراعين مفعول به منصوب علامه نصبه الياء لانه مثنى، قماشا طلاب ما دام ذراعين ما دام مساحه ما دام اجى وراها اسم منصوب هذا يعرب تمييز، تمييز منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. حرثنا دونما، طبعا هذا واضحات جدا، دونم هكتار فدان هذن وين ما تلقاهن اللي وراهن ينعرب تمييز، لان دائما يدل العلي من على مساحه الارض. دونما ارضا، حرث فعل ماضي، النا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، دونما المفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره، ارضا طلاب تمييز منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. يقول هذا الدونم يا دونم، طبعا منتهين من عندها هاي المساحات خاصه بمن بالارض. يقول ازاله الابهام عن الدونم، احتمال الدونم مو ارض، فرضا لو يجوز مثلا دونم في البحر، ما ينحرف الدونم في البحر ولو يصير. المهم حرث فعل ماضي، النا فاعل. ما تلاحظ طلاب المميز، المميز مو التمييز، المميز يعرب حسب موقعه من الجملة. تقول هذا دونم أرضا، هذا مبتدأ، دونم خبر، اشتريت فدانا قمحا أو فرضا فدانا أرضا، وهكذا. الألفاظ اللي بعدها راح يجيني التمييز منصوب، وهي ألفاظ الأوزان. من هي ألفاظ الأوزان طلاب؟ غرام، قيراط، مثقال، رطل، طن. هذا النذا لقيتهن بشرط منونات، ها لو مثنى لو جمع، لو منونات لو مثنى لو جمع. اذا ما لقيت، اذا لقيتها مفرد لازم شنو؟ لازم منون. هذن الالفاظ تلقى وراهن اسم نكره منصوب، اسم شنو؟ نكره منصوب، فانه يعرب تمييز. اشتريت مثقالا، واحد قال لك اشترى فعل ماضي، التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، مثقالا مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. هذا المثقال حديد، رصاص، شنو هذا؟ شنو من فضه، ذهب، ذهب. هنا أنا هاي كلمه ذهبا ازالت الغموض عن كلمه مثقال. اذا قلت اشتريت مثقال وسكتت، ما تعرف اشتريت مثقال ذهب لو رصاص لو حديد لو نحاس لو فضه، ما تعرف. بس بكلمه ذهبا طلاب ازالت الغموض عن كلمه مثقال، صار عندك معلومه بانه انا اشتريت مثقال شنو؟ مثقال ذهب. حصدنا طنا قمحا، هذا هنا واحد يقول حصدنا، حصد فعل ماضي، النا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ماذا حصدنا؟ طنا مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه. حصد الطن قمح، شعير، مثلا ذره، اي محصول زراعي ما تعرف مو، بس ايش وقت راح عندك الابهام والغموض من قلت قمحا، يعني يابا ترى هذا الطن شنو؟ طن قمح. لذلك هاي الكلمه ازالت الابهام عن كلمه طن. حصدنا طنا قمحا. بعت رطلا عسلا، طبعا الرطل هو وحده قياس الوزن. بعت باع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، رطلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. شوف رطلا شنو؟ عسل، لبن، عصير، حليب، شنو هذا النوع؟ هذا وزن، شنو وزنته انت هذا البعته شنو وزنته؟ راح اقول له عسلا، من صار عنده عسلا يابا صارت عندي معلومه بانه ترى الرطل شنو مملوء؟ مملوء عسل. اذا هاي عسلا تمييز منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهر على اخره. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. شوف هسه هنا طلاب عندي كلمه مثقال، مثقال وهو مضاف، وذرة مضاف إليه، مثقال ذرة، مثقال يعني وزن ذرة. شنو هذا الوزن الذرة؟ مثقال، مثقال شنو؟ مثقال خير. إذن هنا خيرا أعربت تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما نوع التمييز؟ بذن كون أنا قلنا نوع التمييز ملفوظ. يقول شنو ملفوظ؟ المميز كلمة ملفوظة موجودة بالجملة، انتبه. المميز اللي قبل التمييز هذا مميز وهذا تمييز. المميز كلمة ملفوظة واحدة من ألفاظ الأربعة، لو عدد، لو المكاييل، لو الأوزان،
لا المساحة، واحد من ذن الأربعة ملفوظة موجودة بالجملة قبل المميز أو قبل التمييز عفوا، راح يجيني مميز وراح يجيني تمييز. من لقيت المميز يعني هذا ملفوظ، من لقيت واحد من هذن الأربعة يعني هذا التمييز شنو نوعه؟ نوعه ملفوظ. عندي الألفاظ التي تدل على الكيل، يعني يكيلون بهن، عندي مرة يوزنون ومرة يكيلون، يعني بالحجم مرة ومرة بالوزن. هاي هنا أنا بالحجم، مثل من الألفاظ التي تدل على الكيل؟ كيس، صاع، لتر، قنطار، هذان الطلاب يدلن على الحجم. يقول اقترفت كيسا دقيقا، دقيق يقصد به شنو؟ الطحين. اقترفت كيسا دقيقا، اكو واحد يقترض كيس طحين كامل؟ لا انت ما عندك نهائيا ولا طحين نهائي. اشتري هسه يقرض كيلو كيلويا 10، مو يقرض 50 كيلو، ما يصير هذا الحكي. المهم هاي جاتنا بعد وصارت، ان شاء الله نرجع لكم اياها بالشهر الجاي. اقترضت طلاب، اقترض فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. شو اقترضت؟ كيسا. حلو، هذا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. زين هذا الكيس شنو اللي اقترضته؟ احتمال الكيس بيه قطن، احتمال بيه قمح، احتمال بيه شعير، احتمال بيه أي شيء، احتمال كل شيء ما بيه. إذا قلت اقترضت كيسا، بس كيسا. زين إذا قلت اقترضت كيسا ماذا؟ دقيقا، يعني هذا الكيس ماذا مملوء؟ دقيق. صارت عندي معلومة بأنه يابا ترى أنا اقترضت كيس ماذا؟ دقيق. إذا هنا أنا يعرب تمييز. ليش هذا تمييز؟ يقول أزال الإبهام عن الاسم الواقع قبله. هذا الكيس بعد ما أصبح مبهم، أصبح واضح يابا ترى هذا كيس دقيق. شربت لترا ماء، فرضا جاء هنا قال شربت لترا، ما تدري بي أنت شرب لتر، هذا اللتر شنو؟ ماء، عصير، لبن، زنجبيل، شنو هو زنجبيل؟ زين شربت لترا ما تعرفه، مو مبهم، ما دام من انواع الكيل اذا هذا شنو؟ هذا ما بعده يعرب تمييز، تمييز منصوب علامه نصبه الفتح. لترا ماء، صارت عندك معلومه ترى فلان شنو شرب، ايش قد شرب؟ لتر ماء. اذا هذه الكلمه المنصوبه ازالت الابهام عن الكلمه التي قبلها. احتمال يجيك مرفوع، احتمال يجيك منصوب، احتمال يجيك مجرور. من هو المميز اللي انا اريد اميزه؟ بس التمييز دائما يجي نكره منصوب، دائما شنو؟ نكره منصوب. كذلك اذا كان العدد يدل على، اذا كان اللفظ يدل على عدد، شنو عدد طلاب؟ على الاغلب شوف ما بعد العدد يعرب تمييز، بس مرات ياتيني التمييز ماذا؟ ياتيني مجرور، ومرات يجيني منصوب. طلاب ايش وقت يجيني التمييز منصوب؟ من 11 الى 99 التمييز منصوب. بعد ايش عندي طلاب؟ عندي من 3 الى 10 التمييز مجرور. ثلاثة كتب، شوف كتب مو كتبا، ثلاثة كتب، أربعة كتب، 100، 1000، مليون، مليار، ما بعدها كذلك التمييز مجرور. زين أنا هنا الشاهد مالتي من 11 إلى 99، من 11 إلى 99، هذا راح يجي وراهن اسم منصوب، هذا الاسم المنصوب اسم مفرد، مفرد ماذا يعرب؟ تمييز. شو يعرب؟ تمييز. فرضا قال لي في الصف 13 وسكت، ما اعرف انا 13 رحله، 13 كرسي، 13 طالب، 13 مدرس، ما ادري صح؟ بس اذا قلت له في الصف 13 طالبا، صار عندي تمييز يابا بانه كلمه طالب هو تمييز للعدد 13. اذا هذا يعرب تمييز منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. يقول لك ما نوع التمييز؟ اقول له تمييز ملفوظ. ليش ملفوظ؟ ما دام مسبوق بلفظ يدل على عدد اذا هذا تمييز ملفوظ. في الصف 13، ما تعرفهم 13، اذا سكت هسه انا قال في الصف 13، بشرفك تعرف شنو 13 بالصف؟ لا هي رحله، لا هو كتاب، ما حدد لك، بس اذا قلت له في الصف 13 طالبا، هاي الكلمه طلاب بما انها منصوبه ميزت لي ال 13 دول شنو؟ كتاب، دفتر، رحله، طالب. نجح 24 مجدا، طبعا هو بس المجد ينجح ترى، مو اي واحد ينجح. وانت ان شاء الله واحد من هؤلاء المجدين، بقوا 23 بعد انت شوف جماعتك من ينجح. نجح فعل ماضي مبني على الفتح، 14 عدد، 4 فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، الواو حرف عطف، 20 اسم معطوف مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه ملحق بجمع المذكر السالم. اي 24 شنو؟ مجدا. مجدا طلاب اسم منصوب، يبين ال 24 دول شنو؟ ما دام هذا طلاب مفسر للاسم الواقع قبله، اذا هذا يعرب تمييز منصوب علامه نصبه الفتحه.
قال تعالى إني رأيت أحد عشرة واسكت، ما تعرف شنو أحد عشر صح؟ لذلك جاء بكلمة كوكبا. هنا طلاب ميز لي هذا الرقم، رأى أحد عشر ماذا؟ أحد عشر كوكبا. إذن كوكبا طلاب اسم ونكرة ومنصوب ويفسر الاسم الواقع قبله وهو عدد. إذن كوكبا تعرب تمييز منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. طلاب هنا 99، شوف 99 هذا العدد طلاب من 11 إلى 99 ما بعده يأتي اسم مفرد منصوب. هذا الاسم المفروض المنصوب طلاب يعرب تمييز. شنو عرب نعجة؟ تمييز منصوب علامة نصبه الفتح. له 99، إيه 99 شنو؟ لازم أميزها أنا، أميز يابا 99 احتمال مو نعجة، احتمال مثلا عند بقر أو لا، هو ميزها قال 99 نعجة، لذلك أزال الإبهام عن هذا العدد، هذا العدد صار معلوم وليس مبهما، له 99 نعجة. إذن الملفوظ نصل إلى محصلة نهائية، الملفوظ إذا سبق بألفاظ المساحة، إذا سبق بألفاظ الوزن، إذا سبق بألفاظ الكيل، وإذا سبق بالعدد من 11 إلى 99 فإنه اسم منصوب نكرة فيعرب تمييز منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. سأل طالب وقال أستاذ ليش ما أخذنا من 3 إلى 10 و100 و1000 ومليون؟ طلاب هنا راح يجيني التمييز مجرور، أنا هنا ايش عد التعريف بالجملة؟ اسم منصوب، لذلك هناك نقول عليه التمييز مجرور لفظا منصوب محلا. بقي لدينا التمييز الملحوظ. نأتي الآن إلى التمييز الملحوظ. الملفوظ طلاب مسبوق بأحد الألفاظ التابعة للأربع أقسام، لو عدد، لو كيل، لو وزن، لو مساحة. الملحوظ ولا واحد من ذن الأربعة، يعني ترى واضحة، الملفوظ مسبوق بذن الأربعة، الملحوظ لم يسبق بأي واحد من هذه الأربعة. إذن الملحوظ يزيل الإبهام عن جملة، بينما هنا يزيل الإبهام عن كلمة وحدة، والكلمة تدل على مساحة أو عدد أو كيل أو وزن. هذا الملحوظ طلاب يقول قد يكون منقول وقد يكون غير منقول. إذا منقول في ثلاث حالات، واحد اثنين ثلاثة، وهنا غير منقول عن شيء. يعني شنو منقول طلاب؟ أصله لو فاعل، لو مفعول به، لو مبتدأ. التمييز هي الكلمة المنصوبة أصلها قبل التغيير لو فاعل، لو مفعول به، لو مبتدأ. والدليل أجيب التمييز أخليه فاعل وما بعدها يعرب مضاف إليه، أجيب التمييز أخليه مفعول به وما بعدها يعرب مضاف إليه، أجيب التمييز ويعرب مبتدأ وما بعدها يعرب مضاف إليه. منقول عن فاعل مثل من؟ واشتعل الرأس شيبة. طلاب هنا يقول واشتعل الرأس، أنا ما أدري بالرأس شنو اشتعل، قد يكون اشتعل شيبا، قد يكون اشتعل مثلا تفكيرا، قد يكون اشتعل هموما، بينما جاب كلمة شيبا اسم منصوب حتى يميز ما هو الفعل. هذا هاي الجملة الفعلية يميزها الاشتعال، شنو اللي حصل؟ اشتعل شيبا بمعنى أن الشيب وصل في رأسه وأخذ بالانتشار. أحد الشعراء يقول أين الشباب وأية سلك، لا أين يطلب ظل بل هلك، لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. إذن هنا يقول واشتعل الرأس شيبا. طلاب هسه هنا هذا ملفوظ لو ملحوظ؟ أول شغلة هذا اسم ومنصوب يبين هيئة الجملة الواقعة قبلها، هذا تمييز. والدليل واشتعل الرأس، تعرف شنو اشتعل الرأس؟ ما تعرف، إذا جبت لك شيبا أزلت الإبهام. جيد، اشتعل الرأس طلاب هنا هسه بهاي الحالة ملفوظ لو ملحوظ؟ أكو مساحة؟ لا. أكو عدد؟ لا. أكو وزن؟ لا. أكو كيل؟ لا. راح أقول له ملحوظ. شنو أقول له؟ ملحوظ، ما لقيت ولا واحدة من ذن الأربعة، إذن ملحوظ. يقول شنو منقول عن فاعل؟ طلاب أصل الكلام واشتعل شيب الرأس، شوف واشتعل شيب الرأس، شو عرب ليها؟ اشتعل فعل ماضي مبني على الفتح، شيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، وهو مضاف الرأس مضاف إليه. يقول يقدر يقول واشتعل شيب الرأس، لكنها للدلالة البلاغية حتى تكون أقوى يأتي بالتمييز بعد المميز، يقول واشتعل الرأس شيبا، فيها قوة بلاغية أكثر من ما أقول واشتعل شيب الرأس، بها قوة بلاغية.
اتقدت أفئدتنا حبا. واحد يقول اتقدت أفئدتنا، مرة تتقد أفئدتنا حبا، مرة اشتياقا، مرة بغضا، ومرة كرامة، وهكذا. اتقدت أفئدتنا بمعنى اشتعلت أفئدتنا. بمن اشتعل الطلاب أفئدتنا؟ حبا. إذا حبا تمييز المن للجملة وهي اتقدت. هنا طلاب تمييز، هذا التمييز ملفوظ لو ملحوظ؟ ما دام ماكو واحد من الأربعة هذا قلنا ملحوظ، تمييز ملحوظ. يقول هذا عن من متحول؟ هذا أصله شنو متحول إلى تمييز؟ أصله هو فاعل. والدليل أحطه بجملة جديدة، اتقدت حب أفئدتنا. راح أقول اتقد حب أفئدتنا. يقول ليش هنا أنا وخرت التاء؟ أقول له هاي الأفئدة كانت مؤنثة لذلك نجيب التاء. إذا المذكر الحب نحذف التاء التأنيث الساكنة. اتقد فعل ماضي مبني على الفتح، حب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف، وأفئدتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والناظمين متصل مبني في محل جر مضاف إليه. هذا المنقول عن من؟ عن فاعل. أجيب التمييز أخليه فاعل وما بعده يعرب مضاف إليه. أقول له منقول عن من؟ عن فاعل. قد يكون منقول عن مفعول به، يعني التمييز أصله ماذا؟ مفعول به وما بعده يعرب مضاف إليه. أجيب التمييز المنصوب أخليه يعرب مفعول به وما بعده يعرب مضاف إليه. قال تعالى وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض، ماذا فجرنا الأرض؟ قد تكون فجرنا الأرض عيون ماء، قد تكون فجرنا الأرض براكين، قد يكون فجرنا الأرض مثلا زلع، ما تعرف مو؟ بس إذا قال قد وفجرنا الأرض عيونا، يا ترى إحنا فجرنا الأرض عيون، هذا ميزت التفجير الأرض. شنو التفجير اللي صار بيها؟ يا ترى أنها عيون ماء. يقول هسه هنا هذا تمييز ملحوظ لو ملحوظ؟ ما دام ما مسبوق بالأربعة قلنا ملحوظ. زين هذا الملحوظ منقول عن شنو؟ هاي العيون أصلها شنو؟ راح أقول له وفجرنا، وفجرنا عيون الأرض. شو عرب العيون؟ فجر فعل ماضي مبني على السكون، أنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ماذا فجرته؟ عيون مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الأرض مضاف إليه. قاعد تلاحظ شغلة؟ التمييز أجيبه أخليه قبل من؟ قبل الاسم اللي بعد اللي قبله، وشوف شنو موقع العرابي، فاعل لو مفعول به لو شنو. سأل طالب قال استاذ انت مو قلت النا تنعرب مفعول به؟ اقول لك النا اذا اتصلت بالفعل المضارع تعرب مفعول به، اذا اتصلت بفعل الامر تعرب مفعول به، اذا اتصلت بالفعل الماضي اذا كان الذي قبلها مفتوحا، الحرف الذي قبلها مفتوحا فانها مفعول به، اذا كان الذي قبلها ساكنا فانها تعرف فاعل. وصلت؟ يا الله. غرسنا ارض الوئام شجرة. ماذا غرست أرض الوئام شجرا؟ إذن شجرا طلاب اسم منصوب يبين أو يزيل الإبهام عن الذي قبله. هذا ملفوظ لو ملحوظ؟ أكو واحد من الأربعة اللي أخذناها قبل شوية موجود؟ ما موجود. إذن هذه شنو؟ ملحوظ. ما دام ملحوظ عن شنو منقول هذا طلاب؟ أصل الكلام غرسنا، غرسنا شجر الأرض وئام، أو غرسنا شجرة وئام الأرض، شجرة وئام الأرض. شو بلاحظ أعرب لي شجر؟ غرس فعل ماضي، أنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، شجرة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف ووئام مضاف إليه، وهو مضاف والأرض مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. قد يكون التمييز منقول عن خبر، يعني أصله خبر، أو عفوا منقول عن مبتدأ، يعني أصله مبتدأ لكنه جاء تمييزا. أنا أكثر من كمالا، تقدير الكلام مالي أكثر من مالك. أنا أكثر منك مالا، شد أجيب كلمة مال طلاب هنا. حسنا أنا قال أنا أكثر منك، مرة واحد قال أنا أكثر منك ولدا بمعنى أولادي أكثر، مرة قال أنا أكثر منك مثلا صحبة يعني أصحابي أكثر، مرة قال أنا أكثر منك مالا بمعنى أموالي أكثر من أموالك. هاي طلاب هنا كلمة مال تمييز المن للكثرة، شنو الكثرة هاي هنا اللي حصلت؟ الكثرة بالأموال. أجيب أخليها بالبداية طلاب، راح تصير مالي أكثر من مالك. طلاب هنا مالي مكونة من كلمة مال وهو مضاف والياء مضاف إليه،
زين، مال جاءت في بداية الكلام ماذا تعرب؟ مبتدأ. شوف منقول عن من كلمة مال؟ منقول عن مبتدأ. يقول له هذا ملحوظ، عن من منقوله؟ قلنا منقول عن مبتدأ. طلاب هنا حسب أوعلها أنا أكثر منك مالا، بتقدير الكلام مالي أكثر من مالك، هي هاي يدل على الكثرة. أنت أسرع مني جريا، أنت أسرع مني جريا. طبعا على الأغلب هذا أنه راح تلقي بالبداية ضمير، من لقيت بالبداية ضمير يعني منقول عن مبتدأ. تقدير الكلام طلاب جريك أسرع من جري، لاحظ جريك أسرع من جري. هنا طلاب جريك جاءت في بداية الكلام ماذا تعرف؟ مبتدأ. إذن هذا منقول عن من؟ منقول عن مبتدأ. هذا ملحوظ منتهين من عدة، بس عن من منقول؟ منقول عن مبتدأ، يعني هو أصله مبتدأ وجيء به ووضع تمييز. ليش يخلونه تمييز؟ يقول حتى بالدلالة تصير أقوى. إذا قال جري أسرع من جريك أو من جريك عفوا، جملة بسيطة طبيعية جدا، بينما قال أنا أسرع منك جريا، لاحظ هنا فيها قوة جملة أكثر توكيدا في هذه الحال. ومرة يكون غير منقول عن شيء، لا عن فاعل ولا عن مبتدأ ولا عن مفعول به. شو وقت؟ إذا سبق باسم تفضيل. إذا سبق بمن؟ اسم تفضيل. أفعل التفضيل ماخذينها بيا صف؟ صف الثالث. إحنا هنا نبني، أنت قاعد تبني شبابي أبطالي. صف الرابع ترى عملية بناء يفيدك بالسادس جدا حقيقة. أبد لا تضيعون صف الرابع بأنه بس أريد أنجح، لا، حاول قدر الإمكان شوية تقوي روحك بالرابع وبالخامس. إذا قويت روحك بالرابع وبالخامس إن شاء الله بالسادس ما راح تلاقي أي صعوبة. ليش؟ لأن مواد الرابع كلها مهمة موجودة بالسادس، صدقني. هذا الموضوع والموضوع اللي وراه موجودات بالسادس. الموضوع التوكيد موضوع بالسادس موجود. الظروف موجودة بالسادس. المفعول فيه موجودة بالسادس. كلهن هذن موجودات بالسادس. راح تمشي للخامس مبتدأ وخبر موجودات بالسادس. إن وهكذا. هذن كلهن موجودات بالسادس. لذلك هنا أنا شنو أريد؟ أريد أقوي روحي بالرابع والخامس حتى أروح للسادس مسيطر. طلاب السادس عبارة عن المعركة الحاسمة. هسه هنا مو عندنا بعض مثلا المعدائين، بعض يرفعون الأثقال، هذول مو صح عندنا هذول الرياضيين. هذا الرياضي طلاب ترى مو اعتباطا اجى وقال والله أقدر اروح اشارك اليوم بهاي البطوله مسوينها بفلان دوله، شو خلى اروح اشارك، رفع الثقل طقت فقرته، مو هيك الحكي. لا، هذا طلاب اخذ له سنوات يتدرب، سنه واثنين وفشل مره وفشل مرتين وفشل ثلاثه وفشل اربعه وفشل 20 وبقى مستمر. لذلك طبيعيه جدا القي اخفاق اليوم باكر بعد سنه بعد سنه، طبيعي جدا. هو الانسان اذا ما يحاول ابد ما ينجح، ومو من اول محاوله ينجح، نادرا تلقى واحد اول محاوله ينجح، لا، مره مرتين اتعلم من خطأ انه اروح للطريق الصحيح. لذلك صف الرابع اريدك من عده شنو؟ اريدك تبني حتى الصف الخامس وصف السادس. اسم التفضيل هذا راح ارجع صف الثالث. شوف قلت لك ربط بين همنا المراحل كلهن، قال لازم تربط وتسوي بناء من هذا الربط. اسم التفضيل طلاب انت افضل الناس رجلا. شوف هاي عندي كلمة رجلا اسم منصوب، طبعا التمييز هو اسم منصوب منتهين من عدة. هنا أنا عندي أنت اسم أو ضمير منفصل جاء في بداية الكلام يعرب مبتدأ. أنت ماذا؟ أنت أفضل، أفضل خبر وهو مضاف، الناس مضاف إليه. شوف أفضل الناس إذا أجت وراها اسم نكرة فإنها تعرب تمييز. ليش؟ لأن هذا أفضل من أسماء التفضيل، ما دام مسبوق باسم تفضيل هذا تمييز. منقول عن شنو؟ أقول له غير منقول عن شيء. إذا مسبوق باسم تفضيل غير منقول عن شيء. إذا مسبوق بصفة مشبهة، محمد حسن وجها، الصفة المشبهة وين ماخذينها؟ هماتين بصف جد بصف الثالث. محمد حسن وجها، شنو اللي يحسن بمحمد؟ الوجه. إذا هذا التمييز للحسن اللي موجود هنا. إذا وجها تعرب تمييز. منقول عن شنو؟ غير منقول عن شيء. إذا سبق بتعجب، طلاب التعجب ما أفعله وأفعل به. ما أفعله طلاب هي صيغة ما أفعله، وعد الصيغة الثانية طلاب أفعل به. أكرم بها تلاحما وتكاتفا. شوف طلاب هاي أكرم بها على وزن أفعل به، تلاحما تمييز، الواو حرف عطف، تكاتفا تمييز، عفوا اسم معطوف منصوب. ما أشد المتسابق سرعة. شوف هنا طلاب ما أشده على وزن ما أفعله، ما دام ما أفعله فإنه تعجب، ما دام تعجب فهاي كلمة سرعة تميز الشدة. هو المتسابق شديد بشنو؟ شديد بمن؟ شديد بالسرعة. وكذلك إذا سبق بكلمة حسبك، حسبك بأحدنا رجلا وحسبك بإحدانا
امرأة خاف يزعلن علينا البنات، ما يصير بس على الرجال، لا لازم نجيب أماتين على البنات. إذن هنا حسبك بأحدنا رجلا، هنا تمييز بأنه يحسبه رجلا، تمييز حسبك بأحدنا، أحدنا شنو؟ رجلا بأنه شجاع قوي. كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. هنا طلاب إذا سبق بالفعل كفى فإن كلمة منصوبة فإنها تعرب تمييز، كفى بالموت واعظا. قال الشاعر: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يقول صديقك إذا تقدر تعد عيوبه هذا نبيل. ليش نبيل؟ لأن عيوبه معدودات، بينما هناك بعض الأشخاص عيوبهم كثيرة لا تعد. هو هنا قال لي كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، الإنسان الذي تعد معايبه وتعد نواقصه هذا إنسان نبيل. ليش؟ لأنه هو الإنسان أصلاً مو معصوم من الخطأ، معرض للخطأ، اليوم يخطأ باكر يخطأ وغيرها في الأزمان. الحالة الأخرى طلاب كلمة لله در، أي جاي صور لله در طلاب، هاي كلمة لله در إذا لقيتها مسبوقة وجاء بعدها اسم منصوب، هذا الاسم المنصوب طلاب يعرب تمييز. لله دره فارساً طلاب، حتى هذا ترى تعجب، وحتى هذا تعجب، كون هذا التعجب، بس هذا التعجب بالصيغه السماعيه وذن بالصيغه القياسيه. ان شاء الله راح تاخذون هذا التعجب بصف السادس الاعدادي. لله دره فارسا، فارسا طلاب يعرب تمييز منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. يقول لي هذا لفظي لو معنوي، هذا طلاب عفوا عفوا التمييز، التمييز ملفوظ لو ملحوظ، اقول له ملحوظ. ليش؟ لان ما لقيت واحد من الاربعه اللي ذكرتهم في الجزء الاول. زين، هذا الملحوظ عن شنو منقول؟ أصلا شنو النقل؟ أقول له هذني غير منقولات عن شيء، هذا منقول عن مبتدأ، هذا منقول عن مفعول به، وهذا منقول عن فاعل. بقيت لدينا فقرة تقويم اللسان، بقي لدينا الواجب وقل لا تقل. قل طلاب أسلم وجهه إلى الله لو أسلم وجهه لله، العبارة الصحيحة هي أن تقول أسلم وجهه لله. ليش؟ يقول أسلم يتعدى بحرف الجر اللام ولا يتعدى بحرف الجر إله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ورد في القرآن الكريم لله. الواجب الذهب أقل صلابة من الحديد، صلابة شنو نخلي لها؟ الحركة يعني، هاي إذا حركت يعني هسه هاي شنو إعرابها؟ ما دام عرفت إعرابها يعني تعرف الحركة شنو. واجبك الثاني هذا كريم أصلا لو أصل لو أصل، انت حسب معلوماتك الجميلة شو تقول؟ اصلا لو اصل لو اصل. باعني ابراهيم طنا، اريد هنا تمييز، انت تجيب لي تمييز من عندك، طن شنو؟ ولازم تجيب التمييز، ها تقول لي شنو نوعه اصلا. الى هنا وناتي الى ختام محاضرتنا اليوم، الا وهي موضوع التمييز. التمييز طلاب هو اسم نكرة منصوب يؤتى به لازالة الابهام عما قبله سواء كان اسما او جملة. التمييز يقسم الى قسمين، تمييز نسميه ملفوظ وتمييز نسميه ملحوظ. التمييز الملفوظ طلاب هو الذي يميز الاسم الواقع قبله، هذا الاسم طلاب اما انه يدل على عدد، اما انه يدل على كيل، اما انه يدل على مساحه، اما انه يدل على وزن، ما لقيت واحد من ذن الاربعه فانه ملحوظ. الملحوظ اما انه يكون منقول عن فاعل، يكون منقول عن مفعول به، يكون منقول عن مبتدا، ويكون منقول عن لا شيء، لا مبتدا ولا فاعل ولا مفعول به. نتمنى أنكم استفاديتوا من هذه المحاضرة قدر الإمكان، نجاحكم هدفنا في الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.